موجز لأهم وآخر الأنباء من أونلايف، أهلا بكم. يختتم اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته إلى سلطنة عمان متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن يشارك الرئيس اليوم في مجلس الأعمال المصري العماني لبحث التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الوصول إلى واقع لا يمكن العودة عنه في حال التخلي عن حل الدولتين. وصرح غوتيريش بأن التوجهات السلبية على الأرض لا تتوافق مع تحقيق التطلعات المشروعة للفلسطينيين، مضيفا أن الاستيطان المستمر مخالف لقرارات الأمم المتحدة. أعلن الجيش التركي مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم استهدف نقطة مراقبة شمال سوريا. وبحسب بيان للجيش فإن مسلحين استهدفوا نقطة مراقبة قيد الإنشاء بالصواريخ في محافظة إدلب دون أن يحدد البيان هوية المسلحين. أعلن الجيش السوري نشر دفاعات جوية جديدة وصواريخ مضادة للطائرات في ريفي حلب وإدلب. وذكر قائد بالجيش السوري أن الدفاعات الجوية الجديدة ستغطي المجال الجوي لشمال سوريا. أعلنت الحكومة اللبنانية أنها أبلغت إسرائيل رفضها للجدار الحدودي واعتبرته يمس السيادة اللبنانية. وتقول الحكومة اللبنانية إن الجدار يمر عبر أراضٍ تابعة للبنان لكنها تقع على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق الذي حددته الأمم المتحدة والذي رسم حدود انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000. أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي أنه أجرى تغييرا استراتيجيا فيما يخص عملياته بالعراق. وقال التحالف أنه بعد النجاحات المتسارعة في الموصل سيغير تركيزه في العراق من العمليات القتالية إلى الحفاظ على المكاسب العسكرية ضد داعش. وأشار إلى اتفاق مبدئي بسحب 60% من القوات الأمريكية. نهاية الموجز، مشاهدينا إلى اللقاء.